المنطقة برميلا متفجرا على المنزل الذي تتواجد فيه عائلتي، ما أدى إلى استشهاد جميع أفراد العائلة وأيضا جميع من كان في المنزل، أكثر من 21 فرد كان في المنزل استشهدوا، والدي الأستاذ محمود وأمي أمينة وأيضا أخي الدكتور أيمن وزوجته الدكتورة ختام، ابنه محمد الطالب في كلية الصيدلة، ابنته أمينة الطالبة في كلية الطب، أطفاله الثلاث ماريا وفاطمة وحنين وزوجة أخي عمار وأطفاله خالتي أسماء وزوجها المهندس ناجي، ابن أختي المهندس أحمد، خالتي الصغرى صباح وزوجها أبو حسين، أكثر من 21 فرد. حتى هذه اللحظة لم تتمكن فرق الدفاع المدني ولا حتى المتطوعين ولا حتى الأقارب من انتشال جثمان أي أحد منهم سوى طفلة